لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا نتحدث عن الاجتهاد، وتحدثنا عن معمل الاجتهاد وعن شروط المجتهد، وتحدثنا عن التجزؤ الاجتهاد كأحد أبرز المسائل التي تميز التيار السلفي ربما عبر تاريخ الحركات السلفية الإصلاحية، عبر تاريخ الأمة ككل، إنه دائما نهضة الأمة ورفعتها تكون مرتبطة بالاقتراب من الدليل. اقتراب من الدليل يكون بأن طالب العلم بترسيخ منزلة الاتباع عند جميع الناس بما في ذلك المقلدين، بمعنى ان المقلد اللي احنا متفقين ان هو سيسأل عندما تلم به مسألة، اذا استطعنا ان نجمع بين الحكم والدليل، وان كان هذا في حقه لن يخرج عن رتبة المقلد الا انه سيجعل عنده درجة من درجات الاتباع، من باب اولى ان يكون هذا في حق طلبة العلم، بل الصحيح كما ذكرنا بل هو مذهب جمهور الفقهاء، وان خالف بعض الاصوليون في هذا من أن الاجتهاد يتجزأ، وتكلمنا في المسألة دي كتير جدا وبندندن عليها دائما، إنه من معالم المنهج السلفي ليست هل تدرس الفقه من كتاب يلتزم كاتبه بمذهب معين أم يذكر مذهب نفسه، لأن العلماء المتبعين للدليل عبر التاريخ وإن انتسبوا إلى مذاهب لازم في النهاية يكون هناك مجموعة من المسائل كان لهم فيهم ترجيحهم الخاص، وربما حتى أحيانا يكتب الكتاب ويقول إنه بيذكر ترجيحه، أو يكتب الكتاب وهو بيقول إنه بيذكر المعتمد في المذهب الفلاني أو غير ذلك، لكن بغض النظر القضية مش قضية كتاب مكتوب على مذهب إمام، كان لا نعرف كتاب مكتوب على مذهب إمام لأقوال إمام، يعني إلا الكتب التي كتبها الأئمة والطبقة التي تليهم من التلاميذ، إنما الآن بيجي كتاب ده المعتمد في المذهب الفلاني، وبيبقى في جزء كبير لا بأس به من ترجيحات المتأخرين. طب وبعض هؤلاء المتأخرين تأثروا بمناهج عقضية ومناهج في مناهج الاستدلال مخالفة للإمام، والمسائل العقضية بتتداخل مع المسائل الفقهية، وإلا فهم متفقين، يعني مثلا كل الشافعية يعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أن حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، من آخر كلامه رحمه الله، وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع ولم يتأوله شيء، هو تأول فقط ان ليه بعد كده العلماء من الشافعية او غيرهم ذهبوا الى علم الكلام، وتأول هذا على ان هناك شبهات للفلاسفة وغيرهم لا تندفع الا بعلم الكلام، وبالتالي حتى موقف واحد زي الامام النووي رحمه الله تعالى، وذكرنا كتير يمكن في درس العقيدة الاخوة اللي بتتابع معانا الدرسين، انه موقف الامام الغزالي رحمه الله ان كل دول خلاصة كلامهم ان علم الكلام رخصة وليس اصل، وان الامام الغزالي بيقول ده كان الذي لم تصبه هذه الشبهات فافضل الامور له مذهب السلف، واقرب مذاهب الائمة المعروفين الى مذهب السلف ومذهب الامام احمد رحمه الله، والامام النووي بيقول لنا في مقدمة المجموع انه يعني الذي ألجأ العلماء إلى علم الكلام هو رد هذه الشبهات، مما يدل أن ده نوع من أنواع الإيه؟ الرخصة عندهم، وحتى هم كانوا فترة كبيرة بيميزوا بين علم الكلام اللي هو علم الدفاع عن العقيدة، وبين علم العقائد الإسلامية اللي هو مختلف عن علم الكلام، وبقى ما عند المتأخرين صار علم الكلام بما
هو العقيدة التي يجب أن يدافع عنها وأن يدافع عنها، وبيزعموا للناس اللي لا يعرفون شيء لا عن تأويلات المتكلمين ولا على الكلام النفسي ولا على الكسب ولا غير ذلك، أن عقيدتكم الأشعرية سلبت منكم فعودوا إليها إلى غير ذلك مما لا مجال لتفصيله. المهم هنا أن مهم جدا أن احنا بنوعنا بدراسة الفقه بدليل لكل مراتب المكلفين كل حسب قدرته، وانه الدراسة الفقهية من اي كتاب كان لها طريقات تعزز تنمية الملكة كما تكلمنا في المرة السابقة، ومن ثم بتوجد لدي المنزلة اللي البعض يسموها تجزئة الاكتئاب، البعض يسميها منزلة الاتباع، اللي بنحتاجها كتير جدا في بالذات في زماننا. يعني لو كان يناسب في أزمنة أخرى إن احنا يعني نجعل الناس صنفين مجتهدين ومقلدين، ونخلي طلبة العلم يعني كلما مع أنه تقدم بهم العلم مع أنهم متفرغين أو كتير منهم متفرغ لطلب العلم، إن هو يقعد يعني محصور في استظهار كلام العلماء قبله، الان احنا بنحتاج كل يوم فتنه جديده، كل يوم شبهه جديده، شبهه عقليه في موضوع الايمان، في الادعاء ان الملل كلها يعني مسلمون يدخلون الجنه، والاخلال بالمجمع عليه من عدم جواز المشاركه في الخصائص الدينيه من الاعياد وغيرها للمشركين، في الكلام على الربا، الكلام على المراه، الكلام على كثير من الاحكام الشرعيه. وبعدين انت الـ 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 لو تقليد هيقال دائما انه كثير من هذه الاقوال يصدرها من هو اكثر شهره وربما يحمل شهادات اعلى وربما فلا يكون هناك مجال لرد هذه البدع إلا الكلام على الاتباع. وده المنهج الفقهي الذي نرتضيه في دراسة الفقه، واللي بيخدم عليه من الناحية الأصولية الكلام على التجزؤ الاجتهاد كما ذكرنا، والكلام على تنمية الملك. ما زال معنا في موضوع الاجتهاد بعض مباحث محتاجين نكملها، يمكن النهارده نحاول ناخد موضوعين القصيرين كده على قدر الوقت المتاح. بيقول لنا الاجتهاد في تحقيق المراتب، احنا قلنا هذا القسم من اللي هو القسم الرابع من اقسام الكتاب، على اعتبار الكتاب جعل علم الاصول اربع اقسام، وده هو الشائع، والبعض بيخليه ثلاثه على اعتبار ان قسم الادله مش بيعتبره قسم او بيحكوه قسم الاحكام. فانا عندي قسم الاحكام اقصد لا يعتبرونه قسما مستقلا، انا عندي قسم الاحكام لو بنعرف فيه الحكم الشرعي واقسامه وانواعه والحكم التكليفي والحكم الوضعي ونحو ذلك، القسم الثاني الادله بنعرف فيه مصادر ادله الاحكام، وده اللي بيجي معانا الكلام عليه تاني هنا عم بنتكلم على الاجتهاد. القسم الثالث لو بقى لب العلم الاستدلال، كيفيه دلاله الادله على الاحكام، ساعات يسموه مباحث لغوية لأن كتير منها لغوي، بس هو مش لغوية بإطلاق، هي بما ده لب علم الأصول. والقسم يعني لو أنا خليت الأحكام قسم والأدلة قسم والاستدلال قسم، يبقى الرابع عندي هو الاجتهاد والتقليد. أو لو أنا خليت ضميت الأحكام مع الأدلة قسم والدلالات قسم، ويبقى الثالث هو الاجتهاد والتقليد، هو على طريقة كتاب الوضع هو الرابع معنا. هنا بيتكلم على موضوعين رئيسيين اللي هما الاجتهاد والافتاء، الاجتهاد والافتاء. فهنا على ان الافتاء هو نوع من الاجتهاد اشار اليه عرضا، وقال هنكمل الكلام عليه في الايه في لما ننتقل للكلام على الافتاء. فبيقول لنا الاجتهاد في تحقيق المناط.
يقول إنما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه، وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد، ولكن هناك نوع آخر من الاجتهاد. يبقى أنا عندي الأول في استخراج الأحكام من الأدلة، لست مجتهد. طبعا أنا طب الغير قادر عليه بيعرف الإيه؟ بيعرف الحكم بسؤال أهل الذكر. وعرفنا إن أنا عندي حد تاني بيبقى قادر إنه يفهم أوجه الدلالات وطرق الاستدلال والكلام ده كله، ولكن لا يوثق بتمام جمعه للأدلة، فده اللي هو بنقول عليه المسائل الأبواب اللي أتقنها على أيدي، عرف فيها أقوال مجتهد الأمة، وبالتالي خلاص مفيش أدلة حتى يعني قال بها المجتهدون غيب عنه، مفيش أقوال قالوا بها غيب عنه، مفيش إجماع في المسألة يكون هو مش عارفه، لو في إجماع هو عرف في إجماع ولا لأ، يبقى له النظر، وده منزلة المجتهد. يبقى الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة، وده ممكن ساعات أحتاج فيه لما بيكون الكلام على القياس أو نحو ذلك على ما يسمى بتنقيح المناط. يعني بيجي عندي بحث قريب من هذا، تنقيح المناط ده في وسائل استخراج العلة، كما ذكرنا في القياس أن العلة قد يكون منصوص عليها العلة الأصل اللي هنعديها إلى التي نقول أنها موجودة في الفرع وأنها هي العلة المناسبة للحكم في الأصل، ومن ثم سنلحق ذلك الفرع بهذا الأصل في الحكم. اتكلمنا على درس القياس، فممكن نسمي عملية الصبر والتقسيم التي نستخرج بها الأدلة ومراجعة هذا الأمر بتنقيح المناط، إن احنا بنحدد الوصف المناسب للحكم لكي نستعمل القياس. لكن هنا لما باجي اتكلم انا بقى عندي حكم سواء كان مجمع عليه او كان بنص قطع الثبوت قطع الدلاله، او بنص كان فيه نوع من انواع الاجتهاد في استنباط الحكم منه، او كان ثابت بالقياس، لان القياس احد الامور التي يستدل بها كما ذكرنا، او احد الدلالات المعتبره شرعا، بقى عندي حكم خلاص. الحكم ده بيقول ايه؟ الحكم ده بيقول ان مثلا ان الزنا حرام وكبيره، وان له عقوبه، وان العقوبه تختلف اذا كان الزاني محصن او اذا كان بكر الى نحو ذلك. لما اجي بقى اطبق ده على واقع، وده بيبقى في الفتوى او في الحكم القضائي، الحكم القضائي زيه زي الفتوى من هذه الحيثيه، بحتاج ان نعرف الواقع. وبعدين لان زي ما شفتوا كده ان احنا في الحكم بيبقى فيه كثير من التفاصيل، فيه شروط، فيه موانع، فيه احوال، انه اذا كان كذا فهو كذا، اذا كان كذا فهو كذا. واحد احنا هنقول ان مثلا انه من يعني ان الـ يجب الـ 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 انه من حلف يمينا يجب عليه الوفاء بها، انه اذا الـ يعني حلف في هذا اليمين فإنه عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب، لو كان يستطيع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم دول في منزلة واحدة فيبدأ بها، وإلا فيلجأ إلى صيام 3 أيام. وبعدين أنا بيجي واحد قال لفظ عايز أشوف هو يمين ولا لأ، وبعدين يقول مثلا إنه حلف أن لا يفعل كذا، أو حلف على يعني ان زوجته لا تفعل كذا بيدخل معها مثلا، فلا تخرج من البيت، فخرجت من الحجره الى فناء البيت، لا خرجت من البيت فعلا. يبقى بتلاقي قصه طويله جدا، انت في الاخر بتوصف في يمين ولا ما فيش، دي اول خطوه. طب في يمين، بتوصف تاني في حلف في اليمين ولا ما فيش؟ طيب لا لا, لا لو ما فيش يمين خلاص. طب في يمين قلنا، طب في حلف ولا ما فيش؟ لو ما فيش حلف في اليمين خلاص قول له انت كده ما عرفش حاجه، اليمين لم يقع. طيب لا حصل حلف، طيب هل يستطيع ان يكفر بالاطعام او الكسوه؟ اذا كان يستطيع ده على مذهب من يرى هذا الترتيب هو الراجح فيما نرى، لكن يعني مش
فإن لم يكن هتقول له يبقى صيام 3 أيام وهكذا. ده بقى اللي بيعمله المفتي، وده اللي بنسميه تحقيق المرض. وجد اليمين ولا ما وجدش؟ شوف بقى اليمين شرع الوفاق من عقد بها اليمين مش عارف ايه. طيب وجد الحنفة ولا ما فيش؟ ده بيحقق مرضات ايه وبيبني عليها في الاخر. صوم 3 أيام او اطعم 10 مساكين او لا شيء او كذا او كذا او كذا، ده اللي بنسميه تحقيق المرض، وده بيتم في الفتوى. وعموما الفتوى احنا قلنا هذا القسم الرابع من اقسام الكتاب مقسوم ما بين الكلام على الاجتهاد وعلى الفتية. وبالتالي هو بس عرفنا ان مصطلح الاجتهاد في تحقيق المرض يكافئ الفتية، او هو جزء من عملية استخراج الفتوى من مجموع امر من الحكم الشرعي بعد ما بيفرغ منه. هو جابه ازاي؟ هو مجتهد ومتبع، يعني طبعا كان في مفتين مقلدين والى يومنا هذا، لكن ايا ما يكن هو استقر ان ده الحكم خلاص. وبعدين بعد كده بيعرف الواقع، وبعدين يبتدي ينقح الواقع دوت ايه الحكم اللي المفروض يقع عليه منه. عشان كده بدنا انما تقدم ذكره هو بيان الاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه. وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد مما لا يتمكن منه. ولكن هناك نوع اخر من الاجتهاد لا بد منه لكل من يتولى القضاء في امر ما او يتولى الافتاء. وان الحكم القضائي زيه زي الافتاء، مش زيه زي الحكم الشرعي. الحكم القضائي بيبقى عنده الاحكام الشرعيه وعنده وقائع قضيه، ومن مجموعهم بيقول والله القضيه دي الحكم فيها بكذا. يكون ولكن هناك نوع من الاجتهاد الاخر لا بد لكل من يتولى القضاء في امر ما او يتولى الافتاء في مساله من المسائل حتى ولو كان مقلدا. ويسمى هذا النوع تحقيق المرض، اي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعه المحكوم فيها او عدم وجوده. ويوصل له علماء الاصول بان الشرع اوجب للمراه النفقه بقدر كفايته. طبعا برضه هو هنا القاضي هيتحقق ان دي كانت زوجه وطلقت، صارت مطلقه، تستحق العلم مطلقه، طلاق طبيعي مش خلع ولا طلاق على ابراء، اذا تستحق النفقه. دي كلها برضه امور هو بيحققها بتحقيق الفتوى. وكمان ده في جزء غير مقدر شرعا بيدخل في هذا، الامور الغير مقدره شرعا والتي احال الشرع فيها على العرف او على احوال المكلفين المخاطبين بها. فيبقى هنا زي نفقه المراه بقدر كفايتها وعلى حسب درجه يسار الزوج او يساره مطلوب من القاضي. طبعا لو تراضى الرجل والمراه بعد الطلاق، وللاسف هذا نادر جدا، والله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن ناس كتير دايما بتنسى لما بيجي ساعة الطلاق يتحول الأمر إلى صراع وصدام، ويعني كل طرف يريد أن يقتطع من الآخر أكثر ما يستطيع اقتطاعه. والأسوأ من هذا أن غالبا بنلاقي كمان إن إحنا الأولاد الأطفال اللي هم المفروض أبناء هذين يعني المسلمين أبناء، وكل منهما يبقى حريص على أن يحسن إليهم وأن يؤدي الواجب الذي عليه تجاههم، لا برضه بيتحولوا إلى صراع. على أي ما يكن طبعا إذا حصل يعني اصطلح الزوج والزوجة على مقدار النفقة، أو يعني الرجل ومطلقتي على مقدار النفقة انتهى الأمر. لكن كثير من الأحيان الأمر لا يحسن إلا ب يعني اللجوء للقضاء. فهنا بنقول يعني فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا مثلا، طبعا الدكتور عمر سليمان الأشقر وأخوه الدكتور محمد سليمان الأشقر يعني مؤلف كتاب الواضح، أظن كان معظم حياتهم عايشين في الكويت، عارفين طبعا يعني فرع شكاوي 50 دينار بيضرب بيها مثال، او لعله بقى طبعا لو 50 دينار قديمه اللي هي 50 دينار ذهبيه
يعني رقم فلكي يعني. 50 دولار كويتي الآن أيضا ده رقم نسبيا كبير. فيقول القاضي لابد قد حقق الاجتهادي وجود الكفاية، إن يعني دي نفقة كفاية، وكمان المفروض يكون تحقق إن دي المناسب إن إحنا نفرضها على هذا الزوج اللي دي درجة يسر. يقول وهو مناط الحكم، الحكم القضائي في 50 دينار التي حكم بها. وسيأتي لهذا النوع مزيد بيان إن شاء الله تعالى في باب الإفتاء، هو الباب الثاني من أبواب ذلك القسم الذي يتكلم عن الاجتهاد والإفتاء والتقليد. طيب عندنا مسألة تانية متممة برضو لهذا، تقليد المجتهد لمذاهب الغيب. يقول إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في المسألة وتوصل إلى الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالف القول في تلك المسألة. كل كتب الأصول فيها هذه المسألة وتقريبا متفقون، وتقريبا هم يعني يتفقون فيها على أنه ليس للمجتهد أن يقلد غيره. لكن العجيب إن هم كتير منهم بيبقى يعني المسألة دي والبحث فيها كأن معظم الأمة غير مخاطبين بها، عندهم المجتهدين دول قليلين جدا ومعظم الأمة مقلدين بدرجات ما من درجات التقليد. لأن دي تعم أيضا اللي هو المجتهد في مسألة، المجتهد في باب المجتهد في مسألة هي تعم هؤلاء، لأنه طالما أنه تمكن أن يعمل بالدليل وهذا هو الأصل، وأطيع الله وأطيع الرسول ده الأصل، ثم يأتي أولو الأمر منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فطالما أنه متمكن من هذا فهذا هو الأصل. طبعا مرة تاني البعض يقول لك يعني هم الأئمة دول لم يتبعوا الكتاب والسنة، وأنت لو قلدت الأئمة مش هتبقى متبع. لا، أنا القضية ما احنا متفقين إن الدليل قد يكون قاطع الدلالة. طبعا يعني دعك من الثبوت الآن، كان برضه الثبوت في اجتهاد، لكن على حتى من باب الدلالة، فخلاص كل الأئمة هيقولوا المقتضى هذا الدليل قاطع. أو ممكن حتى يكون ظن الدلالة والأمة اجتمعت على ما أجمعت على معنى من معاني، فصار قطعيا بدلالة الإجماع، لأن احنا قلنا إن الإجماع دليل إيه؟ دليل كاشف بيبين. طيب، لكن وممكن يختلف، هم الأئمة دي اختلفوا، وليه الإمام مالك خالف الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمهم الله تعالى، وما اكتفاش بإن في مجتهد قبله قال، أو في مجتهد المدينة قبله قال، وليه الصحابة كانوا بيخالفوا بعض، وليه ابن عباس رضي الله عنهما كان بيخالف يعني شيوخ الصحابة وهم شيوخ الصحابة وشيوخه وأساتذته وكأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن هما كانوا مدركين إن حتى في المسائل الخلاف السائل اللي الخلاف فيها ما قد لا يمثل مشكلة كبيرة، ولكن القضية هنا هي أن الاتباع فيها يمثل أمرا مقصودا، وأن اللي يقدر يفهم الأدلة يلزمه أن يفهم. فإذا المجتهد إذا الكلام ده الصحيح الكلام ده هو موجود في كتب الأصول كما ذكرنا، بنرجع بقى يعني يقول المجتهد لا يجوز أن يقلد غيره. برجع إيه معنى الاجتهاد وإيه ربة الاجتهاد وهل يتجزأ أم لا؟ فاللي عنده الاجتهاد يتجزأ، بيقول إن طالب العلم إن منزلة الاتباع هي منزلة الاجتهاد في باب أو في مسألة، وقد يعجز في أبواب أخرى. احنا اتفقنا حتى إن موضوع إن ما من مجتهد في الدنيا إلا ويقلد في بعض الأبواب، وده من تناقض اللي بيقولوا لا يقلد لا يجتهد إلا المجتهد المطلق. لا يكاد يوجد في التاريخ الأمة إن حد هيبقى هو مجتهد في ثبوت الحديث، ومجتهد في 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 معناه، مجتهد في معاني اللغة، مجتهد وفهم المقلد إلا وقلد في بعض الأمور داخل المسألة الواحدة، يعني مش شرط يعني وإن كان يعني يكون مقلد فيها مش معناها إن هو جاهل بها. لم زي ما كانوا بتقولوا في الفقه، احنا يعني معظم فقهاء الأمة عبر تاريخها عندما يقول بهذه الأقوال ليس إيه؟ ليس مجتهدا. برضه فرتبة الاجتهاد عالية في كل فن من الفنون على طريقتكم، فبنلاقي المجتهدين لم يعرف لهم إن هم عارفين إنهم اجتهدوا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث، واللي اجتهد في تصحيح أو تضعيف الأحاديث
كتير منهم لا يعرف انهم لهم اجتهاد خاص في الرجال، في منهم كده وفي منهم كده. فانت عايز الواحد بقى لكي نعده مجتهدا ناخذ منه، والباقي كله بقى مقلد، يبقى له اجتهاده الخاص في الرجال، يعني متبحر في علوم الرجال، وله اجتهاده الخاص في التصحيح والتضعيف بعد ما خلصنا موضوع الرجال، وله اجتهاده الخاص في اللغه و و و امر لم يعني لا يكاد يكون قد اتفق قد اجتمع لاحد عبر التالف. يبقى اذا احنا هنا بنقول المجتهد لا يسعى ان يقلد غيره بتشمل المتبع. احنا قلنا المتبع من الاول مش هيجتهد الا بعد ما يعرف اقوال المجتهدين ويحصل نفسه داخلها، لانه لا يجوز اهداف ما يعني اذا اختلف حتى المسائل مجمع عليها واضح انه ما ينفعش ايه اخالف الاجماع، فالمسائل المختلف فيها لا يجوز الخروج عن هذا القدر الذي القدر المشترك من اقوال الائمه او التي داروا حولها. فيبقى اذا ده بيعم كل انواع المجتهدين على التفصيل اللي احنا ذكرناه. واذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مساله وتوصل الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالف القول في تلك المساله. اما ان لم يجتهد ده حتى ليس له افتاء الا بما يترجح لديه. بعض العلماء كان يدرك المساله فيها خلاف سائر ويجد ان الراجح لديه هو مذهب شديد شويه في المساله، فده يلزمه هو يعمل بيه، ما ينفعش يعمل بالمذهب الايسر طالما المترجح لديه. بس ممكن احيانا اللي يجي يساله يعني ينصحه بلاش يسالنا، يعني يكون ودي طبعا مش الاصل، الاقي كل كتب الفقه مثلا الاحناف بيروا وجوب الوتر بيفتوا بيه، ولقوا بعد كده الائمه الثلاثه بعد الامام ابي حنيفه بيقولوا ان الوتر من اكد المستحبات. لم يتراجع الاحناف على ذلك، انا مش شايف ان هو ده من يدين لله بهذا بيعمل بيه وبيعلمه للناس ويدعو اليه، ومش دي بقى مش كل مساله هيقول روح دور عن الحاجه ايسر. لكن لو لقى مساله زي في زماننا مثلا بعض من الامثله مثلا ولا باس بهذا التشعب اليسير، لان احنا برضه غالبا مش هنقدر نخلص الا هذه المساله اليوم. فبنقول ب من الامثله مثلا ان البعض البنوك الاسلاميه الان عشان موضوع الشرط الجزائي في العمليات تمويل شراء السلع او الشقق او غير ذلك، احنا عارفين عندنا مشكلتين في هذا التمويل اللي بتجري البنوك العاديه. المشكله الاولانيه ان البنك بيدخل كمخرج والمطلوب ان هو يشتري ثم يعيد البيع. البنوك الاسلاميه بتحقق الشرط الاولاني ده غالبا طالما انه يعني المشتري طلب منها ده، لان بعض البنوك الاسلاميه حتى مش بتعمل كده من تلقاء نفسها. طيب المشكله الثانيه ما بقاش في غرام التاخير، والبنوك كلها بتقول لما ما بنحطش غرام التاخير بنجد ان الـ يعني تراخي في السلام. فبداوا هنا البنوك الاسلاميه بتعمل حاجه انها بتشترط غرام التاخير لصالح الجمعيات الخيريه. فبيقولوا انتفت الرويه هنا، انا باخد منه دي بقت عقوبه انا مش واخدها انا. وهذا امر يعني فيه يعني في النفس منه اشياء كثيره. لكن لما بيجي حد شاب ما في ظل قانون البناء اللي البناء الحر فيها قليل جدا وغير متاح غير الشقق اللي من خلال التمويل البنكي، وجدنا حاجه محتمله، ممكن تقول له والله يعني وان كنت يعني لا يترجح لدي ان هذا الشرط جائز لكن هو محتمل، فاسال من يرى انه هو جائز او نحو ذلك. فبما فيها نوع من انواع وكانها يعني قريبه من انواع الايه يعني كانها درجه من درجات الترخص في المسائل التي تحتاج الى ان نعمل فيها بالرخص.
المهم يبقى اذا المجتهد بكل درجات الاجتهاد اللي ذكرناها ليس له ان يقلد غيره، فان قلد وهو قادر على الوصول الى الحق بنفسه دون ان يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد اخطا، لان ممكن نقول هو قادر على البحث في المساله، لان طبعا في زماننا الكلام مش كده، يعني انت ممكن مساله تعرض لك لاول مره، إمام مجتهد من أيام الأربعة أو غيرهم أو وعرضت له دي المسألة من أول مرة لأول مرة ويضيق الوقت عن البحث، هيقلد رغم قدراتي على اجتهاد، هو ملوش اجتهاد، هو لو له اجتهاد كان يجب أن يعمل به، هو يبقى إذا المسألة قد تعرض له كمكلف وهو له اجتهاد يجب أن يعمل به هناك، وقد تعرض له وهو ليس له اجتهاد في المسألة ولكن قادر على النظر في الأدلة فيجب أن ينظر، فإن وجد مانع هو ساعتها للتقليد. برضه حتى طالب العلم منزلة الاتباع اللي ذكرناها، احنا قلنا تجزؤ الاجتهاد على الأبواب والمسائل، فأنا بيبقى عندي يعني طالب علم أتقن العبادات مثلا ولم يتقن المعاملات، فبيجي في المعاملات بيبقى مقلد مقلد بعض، احنا قلنا مقلد البعض، حتى احنا عادة بنحاول قدر الامكان مقلد بيفهم الدليل هنقول له الحكم مقرون بدليل، هنا ده ما وصلش لمرحلة في المسألة ديت انه يسمي ده اجتهاد له وما زال مقلد، عشان كده اقول لك انت وجاوبنا كتير على شبهة، طب ما هو كده انت بتخلي بس تفر من تقليد الأئمة إلى تقليد يعني من هم اعلى منهم بشيء يسير، يعني نقول له اولا هو انت بتخلي الناس تقلد الائمه؟ هم الائمه موجودين في زماننا الناس بيسالوهم، ولا بيروح يسال مذهب كان له بناء، فمش كل من تكلم من الائمه الاربعه يعني او طبقتهم او حتى طبقه تلاميذهم او تلاميذ تلاميذهم. الامر الاخر احنا في النهايه بنقول ان كل من ليس بمجتهد مطلق بيجي لما يكون له اجتهاد في باب او في مساله بيبقى دائر في فلك الائمه المجتهدين. طب فلان ساله هو في الاخر هيقول له مذهب امام ما. الفرق ان انت جعلت له واحد متبوع لا يخرج عنه قط، وهذا والله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهو هنا قدر الامكان بيسال من يصادفه، وبعدين لما بيسال بنقول له دليل يطمئن به قلبه ويزداد درجة اتباعه، وإن كان هو ما عادش بقى يشوف هالمسألة خلافية ولا مش خلافية والخلاف فيها إيه ويوازن من الأدلة، ده اللي عملها يبقى عمل درجة من درجات الاجتهاد أنه اجتهد في هذه المسألة كما ذكر. يقول فإذا ضم إلى ذلك يبقى قادر على الاجتهاد وما يعملوش، وثم ضم إلى ذلك التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله، غالب يعني اللي هو بي 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 يعني هي برضه بتبقى حزمة كده بتبقى مع بعض، غالبا إنكار التجزؤ الاجتهاد والإيه بيبقى معاه التعصب المذهبي ونحو ذلك. فان ضم الى ذلك التعصب لامام معين لا يقبل الا قوله ولا يتبع الا مذهبه فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وما من احد الا يصيب ويخطئ. برضو تاني شبهه كل ما بتمر بينا بنتكلم عليها تاني عشان الامور تبقى واضحه، يعني هو الامام بيصيب ويخطئ وانت مش بتصيب وتخطئ. على فكره قلت انا مش بقارن كطالب علمي الان يدرس المساله، مش بيقارن بين قوله وقول إمام، لا بيقارن بين قولي إمامين هو بعد ما نظر في الأدلة اطمأن قلبه أكثر إلى أن أحدهما أكثر موافقة للأدلة، فبقى قولي لو نتكلم تقليد يعني قولي في يعني أحد القولين بالنسبة لهذا الباحث أحد القولين يعني هو قول إمام والقول الاخر هو قول امام،
وهو يراه أوفق للدليل، فترجح تلك الكفة عشان ما حدش يقول إيه، ما هو أنتوا بتيجوا تقولوا يعني الـ الـ يعني بتجعل الكلام يعني حتى لو في العلم كده كأنه في مواجهة أو في قوة أو قول الأئمة. يقول يبقى لو ضم، يبقى لو امتنع عن اجتهاد هو يحسبه، يبقى أساء فيها. طيب ولو ضم إلى ذلك إن هو بيقلد إمام ويلتزم به، يبقى يعني ازداد في الإشكال. طيب لو أنه ضم إلى ذلك أنه نهى غيره اللي بيحصل، طب يا عم انت خلاص مش عايز وركنت الى التقليد، تمام، فلا تنهى لا، فخذ فاذا ضم الى هذا انه نهى غيره عن الاجتهاد والزمهم بالتقليد والزمهم بالتعصب لمن يقلدهم، كان من يدعو الناس الى الضلال عن الهدى والى الغاء عقولهم التي وهبهم الله ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كما قال الله تعالى فيهم كل حزب بما لديهم فرحون. طبعا التعصب المذهبي وآثاره الوخيمة يعني ظاهرة للعيان. طبعا بعض اللي جم يعيدوا الدراسة المذهبية أو يعيدوا ترتيبات مذهبية مغرقة في الانتماء للمذهب، قالوا احنا بس هنرجعها بدون تعصب مذهبي، وفعلا الاكثر رواجا عند اصحاب هذه الدعوات الان ما يمكن ان يسمى بالتسامح المذهبي، يعني هو متعصب قوي في الدراسه مغلق جدا جوه المذهب، لكن دايما كله يتواصل فيما بينهم، يعني حتى لو حد سالك هو على مذهب اخر حاول تعرف له مذهب اللي هو فيه، يعني عشان يشيعوا هذه الروح، وعشان يقول لك اهو ده احنا عكس ما بتقوله تماما. طب انت عكس ما بتقول الان، ماشي خد اصدق هذا، لكن بقى بقول لك ولم يحدث عبر التاريخ ده، انتوا بتبالغوا، عندنا مساجد فيها اربع محاريب الى يومنا هذا لما كان كل مذهب بيصلي في محراب، عندنا الـ 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 يعني تاريخ، لا يعني مش يعني بيحكي واحد ولا اثنين، يعني بيحكي جميع الناس، عندنا فتاوى في الزواج الشافعي بالحنفية والحنفي الشافعي، او يعني بقى بقت احكام، لكن لا اصل دي مبنيه على يعني ان الشافعيه معظمهم اشاعره والاحناف معظمهم مطروديه، فالمساله خلاف اشعري مطرودي، ما هي نفس العقول دي هي اللي عملت كده، هي مدرسه. وبعدين المدرسه دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ليها شعر ثلاثه، ده ترتيب كده معين بيبقى مذهبية الفقه، العقيدة الكلامية، السلوك الصوفي، وبيتكلم في الثلاثة بالتقليد. ولذلك صار الخلافات اليسيرة مع ان الاشاعرة والمطرودية الاثنين في الاخر يعني يعتبروا فروع من فروع الكلابية، ومع هذا الخلاف اليسير اللي بينهم في الاستفتاء في الإيمان أو هكذا عدوه بمنزلة يعني البعض كفر به والبعض ولقيت تزوجها بمنزلة الكتابية، هذا موجود في يعني العقول التي أنتجت هذا هي دي العقول اللي أنت بعد كده إحنا كل الأخذ من قوله يطرق، بس أنت عايز تخليهم هم دول النقع، هم دول الحلقة الوسيطة بين نقل مذهب الإيه؟ العصور السلف وعصور الازدهار الفقهي والعصور التي تليها من العصور المتوسطه في تاريخ الفقه الاسلامي، الحلقه اللي انتجت هذا التعصب واللي ثبت اللي جعل المسلمه بمنزله الكتابيه لشأنها لا تفهم لا هي ولا هو، يعني المسائل دي كلها مسائل كلاميه في علم الكلام اللي احنا قلنا انه في بدايه نشاته اللي انشأوه قالوا ده علم الدفاع عن العقيده مش علم العقيده، واللي قال اللي انشأوه قالوا الجام العوام يعني علم الكلام، زي ما اتكلمنا الكلام ده عن الامام الغزالي او ده كان هذا عنوان كتاب الامام الغزالي رحمه الله تعالى. طيب
يقول وقد ضم البعض إلى ذلك سوء آخر فزعم أن الاجتهاد أقفل بابه، وهذا سوء ظن بالله تعالى، وقد استقر عندهم تقسيم الأمة إلى مذاهب وتعصب كل قوم لمذهبهم، وكانت هذه الطريقة طريقة التعصب المذهبي فاشية في العصور المتأخرة حتى منتصف القرن الهجري المنصرم، ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء بفضل الله تبارك وتعالى، وكما قص محمود شاكر رحمه الله تعالى في الطريق إلى ثقافتنا في رسالة الطريق إلى ثقافتنا وصف النهضة، قال كان هناك نهضة عقلية لرفض البدع العقلية كان يقودها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونهضة فقهية تعيد الاعتبار إلى الرجوع إلى نص كتاب السنة يقودها. يقودها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وطبعا الآن المدارس المغرقة في التقليد المذهبي، يعني يعتبر الشوكاني أحد أبرز خصومهم، مع أن كما ذكرت في مناسبات أخرى إلى وقت قريب كانوا إذا أرى أرباب المذاهب أن يدرسوا الفقه المقارن عندهم، طبعا البعد والمجموع وميل الأوتار كمرجع جمع أقوال المذاهب المختلفة، وإن كان كأي يعني لابد أن يعتري شيء من النقص، كان عنده مشكلة في عزو بعض الأقوال إلى أصحابها، وهو طبعا معاه الكمبيوتر ومعاه الشملة ومعاه كل حاجة، فيقدر بقى إيه يطلع ولا يضع اعتبار لهذه العقلية اللي جمعت هذه الأدلة وجمعت هذه الأقوال وميزت بين أنواع بين استدلال كل مذهب وقارنت ووازنت، وحتى لو كان عندي طبعا الخطأ الأبرز من هذا وهو النزوع إلى الظاهر في بعض ترجيحات لا تأكلها عنهم، وده من ثمرة وجود الملكة الفقهية إن حد يبقى بيدرس من كتاب وهو واخد خط كده، أنا عارف أن المصنف هو طبعا أعلم اللي قاعد يشرح لي وأنا شايف كتابه جهد رائع و عنده حاجات فيها جنون إلى الظاهر، عنده تصرف في ادعاء خصوصية الإرسال عندما يتعارض بعض النصوص، وهناك طرق للجمع أولى من ادعاء الخصوصية، ويتربى طالب العلم على هذا التعظيم لما يغلب على ظنه أنه هو الطريقة الأوفى الأفضل لفهم نصوص الكتاب. يقول إن إلا أن الأكثرين رجعوا من طريق التعصب المذهبي إلى طريقة أخرى لا تقل خطأ عن الأولى، وهي الأخذ من المذاهب كلها دون تمييز لما هو الأقوى دليلا. ده طبعا هو بيبقى مش الناس رجعوا كده، وغالبا معظم يقول التعصب المذهبي يتعصب جدا جدا في باب الأحكام، وبعدين في باب الفتاوى يقول والله يعني بيبقى يفضل متعصب برضه فتاوى العبادات وغيرها المسائل اللي يحتاج إليها الناس، يقوم فاتح باب الأخذ الأيسر من المذاهب، وساعتها يقول من المذاهب، يعني يمكن يقول من المذاهب الأربعة. ولذلك لما وجد ده وجد من يقول بحرمة الخروج على المذاهب الأربعة كقول الإمام رجب رحمه الله، وكان غلط تقييد هؤلاء المفتين الضالين من التتبع رخص المذاهب، والا فابن رجب نفسه كثير المخالفه او له في مواطن ترجيحات خارجه عن مذهبه الحنبلي، وله مواطن خارجه عن المذاهب الاربعه بالكلي. يقول فصاروا يعتبرون وجود قولين او اكثر في المساله الواحده مجيزا لهم الحكم والافتاء باي الاقوال يشاؤوا، وفتح ذلك بابا كبيرا للعمل بالجهل واتباع الهوى. والواجب على علماء المله ان يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنه نبيهم، ينهلون من منهيهما الصافيين ويسترشدوا لفهمهما والاستنباط منهما بطرق من سبقهم الى الائمه في الاستنباط، ويعملوا فيما تتعدد فيه وجوب ارجح الاقوال بحسب ما يهديهم الله اليه، متبعين ما تقرر في علم الاصول في باب التعارض والترجيح، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وده لسه حيجي له تفصيل كلام في باب التعارض والترجيح باذن الله تبارك وتعالى، ولكن قبله طبعا عندنا باب الطريق العملي، او عندنا فصل الطريق العملي
للوصول إلى الحكم. ده هذا احنا تناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ويعني لأن كل الإخوة اليوم بيتابعوا عبر البث، مفيش مش موجودين في القاعة، احنا كنا طبعا نتيجة الإخوة ما بيبقوا موجودين، بيبقوا جايين من أماكن بعيدة، ومحرص إنه الانتقال ده يكون قصاده عدد أكبر من الحصص، فبيبقى ندي طبعا الأصول ثم العقيدة. اليوم الشيخ ياسر شفاه الله عافاه نظرا لمرضي اكتفى بالبث، وانا ايضا فعلت هذا، وبالاضافه لهذا ساكتفي بالكلام ان احنا ناخذ اصول فقط اليوم. نسال الله تعالى ان يكون الاسبوع القادم قد شاف الله عز وجل الشيخ ياسر عز الله، وساعتها ان شاء الله ناخذ الاصول والعقيده، ويبقى غالبا ان شاء الله في من الاسبوع القادم هنثبت على موعد الاصول اللي هو فور انتهاء الدرس السنة للشيخ ياسر، حيث اصبح الفتره اللي قبل المغرب تكفي غالبا، ويكون بين المغرب والعشاء. ده بالنسبه للاسبوع القادم ان شاء الله درس العقيده باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.